خلاف غيث مروان وأسامة مروان، شاهدوا المزيد من التفاصيل. انتشرت إشاعات مؤخرا حول وجود خلاف بين اليوتيوبر غيث مروان وأسامة مروان، وذلك بسبب اختفاء غيث عن أسطورية أسامة. وأيضا فضل غيث الاحتفال في حفلة رأس السنة مع رغدة كيميجان وبيكي بعيدا عن الشلة التي اجتمعت في منزل أسامة مروان. وبعد ذلك انطلقت إشاعات حول وجود خلاف بينهما، لكن نذكر أن غيث مروان وأسامة مروان سبق وأن وضحوا هذا الأمر من خلال فيديو لهم سابقا، حيث صرحوا بأن السبب ابتعادهم لأنهم يفضلون عدم تصوير نفس المحتوى، وأيضا بسبب انشغال كل واحد منهم. وأيضا من المتوقع أن نرى سفرة تجمعهما معا، وذلك حسب تصريح غيث مروان في آخر فيديو له، حيث ذكر فيه أنه سيسافر مع الشلة لكن لم يذكر البلد. والكل أنذاك توقع أن يسافر غيث مروان وأسامة مروان إلى أمريكا للاحتفال بعيد ميلاد نوا. فما رأيكم بخصوص هذه الإشاعات التي تقول أن هناك خلاف يجمع بين غيث مروان وأسامة مروان؟ وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا كثير لدعمكم وحبيتكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، حطوا لي لايك حلو متلكم، بشوفكم بالفيديو الجاي.